الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالاستلزام. نعم، هو مسألة، هذه مسألة مهمة جدا، قاعدة أخرى من المصنف رحمه الله من قواعد الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهي أن الأسماء لله تعالى علاقتها بالذات وبالصفات علاقة تضمن، أو قل علاقة مطابقة وتضمن والتزام، علاقة مطابقة وتضمن والتزام، هكذا هكذا مطابقة، هذه هي المطابقة، هذه مطابقة، جيد، هذا تضمن، هذا التزام، فهمتم؟ ما فهمتوش؟ المطابقة، شوف هذا الجلاد على الجلاد، مطابقة الدائرة، سأقول لك يا أستاذ أبا معاذ، ضع الكف على الكف، شوف الألم الأزرق هذا أصل الدائرة، جيد؟ الألم الأخضر هذا اللي فوقه، هذا القلم الأخضر اللي فوقه، هذا إيش؟ مطابقة، مطابقة لا تفلت عنها في حال من الأحوال، والأسود الداخل تضمن، الانجرار هذا اسمه إيش؟ الزلزال، شوف الزلزال الكبيرة لما تاخد الزلزال الدائرة الكبيرة تاخد الدائرة الصغيرة تكفي بها حيث، هذا هو الاتجاه، فهمتم؟ نعم، حنبين. يبقى إذن الدائرة الكبرى السوداء الأصل، الدائرة الخضراء فوقها التي تنطبق عليها لا تنفك عن هذه مطابقة، والدائرة الصغيرة في الداخل هذا التضمن، والدائرة التي مسلسلة فتنجر بانجرار الكبرى للصغيرة الثانية هذا يسمى التزام. دلالات المطابقة بالمعنى، المطابقة معناها أن اللفظ يدل على جميع أجزاء المعنى، يدل على جميع أجزائه، بمعناه المطابقة يدل على جميع أجزائه بمعناه، والتضمن يدل على جزء معناه، اللفظ يدل على جزء معناه، وللالتزام، الالتزام يدل اللفظ على شيء خارج عنه لكنه لا ينفك عنه، مرتبط به ارتباط وثيق، هذا معنى الالتزام. فالأسماء دلالتها مطابقة وتضمن والتزام، دلالتها على الذات المقدسة وعلى الصفة دلالة مطابقة، دلالتها على الذات المقدسة والصفة دلالة مطابقة، ودلالتها على الصفة وحدها دلالة تضمن. احنا قلنا الكريم اسم يتضمن صفة الكرم، هو تضمن، هو العليم اسم يتضمن صفة العلم، البر اسم يتضمن صفة البر، خلاص هتموت، الخالق اسم يتضمن صفة، يبقى إذن اللفظ
يدل على الصفة وحدها بالتضمن ويستلزم صفات أخرى، يستلزم صفات أخرى. الكتاب ظهر فيه أمثلة كثيرة، يعني الله جل في علاه يبين لك مثلا له اسم الخالق، فالخالق يدل على الذات المقدسة. إذا قلت الخالق يدل على إيه؟ على الله، على الذات المقدسة. الخالق يدل على الذات المقدسة وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يدل على الذات المقدسة وعلى الخلق صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على صفة الخلق بالتضمن. ودي بيناها من أول قاعدة، الاسم من الأسماء الحسنى غاية في الحسن، لأن الاسم يتضمن صفة كمال، فالخالق يتضمن صفة الخلق. يستلزم الإرادة والعلم والقدرة، والكتاب قد بيّن ذلك عندما قال الله جل في علاه: الله الذي خلق، هذه الصفة والتضمن، والخالق يتضمن صفة الخلق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. يبقى إذن الخلق هنا صفة اسم الخالق يدل على الذات المقدسة وعلى صفة الخلق بدلالة مطابقة، ولما نقول يدل على صفة الخلق وحده بدلالة التضمن، تستلزم العلم والقدرة والإرادة، صح ولا لا؟ الغفور اسم من أسماء الله جل في علاه، إذا قلت الغفور فنقول يدل على الذات المقدسة وعلى المغفرة بإيش؟ بدلالة يعني إيه المطابقة يا أساتذة؟ أو الأخضر والأزرق، ها نعم، تدل على جميع أجزاء معناه. إذن تدل الغفور تدل على الذات المقدسة وعلى صفة المغفرة بإيش؟ ها بالمطابقة. ويدل هذا الاسم على صفة المغفرة بدلالة التضمن، ويستلزم إيش؟ لابد يستلزم، ها لا يستلزم أولا إرادة، إرادة وقدرة ممتاز، قدرة على أنه يأخذ بالذنب ويغفر، صح ولا لا؟ وملك، ما قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض، إيش؟ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، مفهومة ولا غير مفهومة؟ وأيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أحمد، قال رجل: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله جل في علاه: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب وإيش؟ ويغفر. ربا ربوبية، ملك، قدرة وإرادة المغفرة، فهمت؟ هو هذا. وأيضا لو قلت الله الكريم، الله الكريم اسم من أسماء الله جل في علاه، يدل على الذات المقدسة وعلى صفة الكرم بدلالة المطابقة، وعلى صفة الكرم وحدها بدلالة التضمن، ويستلزم صفات أخرى، إيش؟ الملك أولا، هو الكرم هو الجود حبيبي، كيف يستلزمه؟ الملك والقدرة والإرادة، صح؟ لذلك إيش قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ملك هو الآن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه هو ما ننزله إلى بقدر المعلوم. وأيضا قول سلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقا، يمين الله ملأ لا يغيضها نفقا. يبقى إذن دلالة التضمن وذات المطابقة والالتزام، هذه بالنسبة للأسماء. المصنف يرى أن ذات الالتزام، وهذه مستوى راقي جدا عند طلبة العلم، دلالة الالتزام هذه نافعة جدا لطالب العلم حقا في الأسماء والصفات وفي الأحكام وفي الرد على أهل البدع في مسألة اللوازم الباطلة، مسألة مهمة جدا لطالب العلم أن يتقنها. إذا علم دلالة المطابقة والتضمن والاستلزام يعني هتنفعه كثير جدا حتى في مقامات التوحيد. إذا قلنا التقسيم للتمثيل والتقريب، توحيد الربوبية، إلهية، أسماء وصفات، هتقول بأن توحيد الألوهية يستلزم، صح؟ توحيد الربوبية، طب درسناها والله، ها أنا بقول توحيد الألوهية، ليش؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم أسماء وصفات، وتوحيد الربوبية يستلزم
الولاية وتتضمن الأسماء والصفات، هذه علاقة مهمة جدا، عقد المطابقة والتضمن والالتزام. وعلاقة اللوازم عقد الالتزام نافعة جدا مفيدة في الأحكام، كما قال الله جل في علاه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. وعامة نأتي من الآية الأولى: أحل لكم الصيام وليلة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام، الليل من وين لوين؟ من سقوط حاجب الشمس إلى طلوع الفجر، مش ده الليل؟ في حد مين لا تركتكم؟ أنا كتكيت مين؟ مين؟ سكته الآن. نعم، هو من سقوط حاجب الشمس إلى الفجر. يقول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباسكم وأنتم لباس لهن. فلما أباح لك الجماع طيلة الليل دل ذلك على أنك يمكن أن تجامع امرأتك قبيل الفجر، صحيح ولا غلط؟ معي ولا مش معي؟ يبقى معنى ذلك نقول لازم الآية، لازم الحكم بأن من كان جنبا صباحا، من أصبح جنبا فليتم صوم. جنابة لا تؤثر في الصوم، ليش؟ لأنه لما أباح لك الجماع قبيل الفجر معناها أنك عند لما تنفس الرجل في الميكروفون إيش فهمت أنت؟ هيموت، هيمسك عليه، هيمسك عليه، مش حاجة اسمها أمسك عندنا، ما عندناش أمسك. هو أنت لسه عايش مع أمسك المية؟ ما فيش إمساك عندنا، أنت تحجي الواسعة، كل واشرب حتى يتبلغ بخطر أبنى خطر الأسف. فهو بيعمل بيهيئك أنه هيعمل إيه، وبيهيئ اللي بالجامع أنه يعمل إيه، اللي أنت تقصده طيب ماشي. فإن كان يجامع كيف يمسك هو يجامع؟ قل ينزع. أيوة، فهو إيش هيفعل؟ ينزع، لا يتم الجماع. طبعا هيدي على المؤذن يدعيله بقى ولا يدعي عليه؟ المسألة منتهية بالنسبة له. طبعا الرجل اللي كان بقى دليلة الدخلة فأقول 60 يوم 60 يوم مفيش مشاكل، مش هيستطيع. فالغرض المقصود أنه يلزم منه أنه قال قارب الفجر فينزع. لما نزع، بعدما نزع الرجل على موت فيه، سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، صار إيش؟ جنبا، طلع الفجر وهو. يبقى إذن يصح الصوم وجنبا ولا لا؟ قلنا نعم يصح، لأن ده لازم الآية، لازم أن أباح لك الجماع في الفجر لازمه أن أجيبه، لازمه أن تصبح جنبا ويصح الصيام. أيضا من اللوازم التي تنفع طالب العلم جدا أن نقول بأن رجل وقف على الباب وعند ثقب الباب ينظر جيد، فلك أن تفقع عين. فقال لك من وين هذا؟ لو أنت مش عارف حديث أنس رضي الله عنه تقول من اللازم. ليش؟ مش ربنا جل في علاه قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين يعني لابد يا الذين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى نعم، فلا بد أن تستأذن. قال علماؤنا: والاستئذان إن كان واربا فلازم الاستئذان عدم النظر، عدم النظر. فلو نظر يبقى هو أحل على نفسه العقوبة، لأن الأمر بالاستئذان لازمه ألا تنظر، والشرع قد بيّن لنا هذا اللازم، لأن الإنسان قال إنما جعل الاستئذان من أجل إيه؟ من أجل النظر. يبقى اللازم صحيح ولا مش صحيح؟ اللازم صحيح. هذا بالإيجابيات. لو ضربنا مثل في اللازم اللي ده يفيد طالب العلم جدا جدا جدا، السلبيات بالنسبة للازم، طيب ما استدل به الشيخ الألباني في رضاع الكبير اللي هو الإنكار فيه شديد، أنا شريط كامل الإخوة تسمعه فسأل شرع رضاع الكبير لأنه مش هفصله الآن. في رضاع الكبير عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي يحرم عليك، سالم مولى حذيفة، أرضعي يحرم عليك. الشيخ الألباني إيش قال؟ قال: إذا قلنا بقول ابن تيمية لأنها وقعت حال، ففي كل زمان معاصر ومصر، إذا وجدنا حالة مثل حالة سالم ولد قبل مبلغ المحيط، قبل أن يبلغ الحلم، لأنه أكيد عمل عملية، فإذا قبل أن يبلغ الحلم كان يعني يعيش معهم في البيت، فبلغ الحلم فالدخول والخروج عليه سهل، فكيف يطلع العورات؟ فنقول لها أرضعيه. فالألباني يقول: نعم، ترضعه فتكشف عن سبيئة فلتقل. هو إيه الحكم؟ من وين أتى بهذا الحكم؟ باللازم. إيش إيه لازم الرضاع؟ تجيب لمن؟ إيه لازم الرضاع؟ لازم الرضاع صبية؟ ايه لازم الرضاع؟ لازم الرضاع غلط. لا، لازم الجواد، لازم الجواد طالما اجاز الشر
الرضاع فلازم أنه أجاز آلته، وآلته لا تكون إلا إيه؟ بالكشف عن السادي والتقام باللازم أهو، عشان ما أحد يطلع على الألباني ويتكلم. رجل فقيه وعالم محدث رحمة الله عليه، وأخطأ وضل الطريق من قال له أنه ليس بفقيه، هو فقيه محدث، الرجل ذا ندين الله بأنه فقيه محدث، لكن شذ في بعض المسائل، اجتهد فأخطأ، شذ في بعض المسائل. فالحكم هنا حكم بأن الشرع قد أجاز الأصل فقد أجاز وسيلته، فهو حكم باللازم. لكن نحن قلنا له معك في التأصيل ولسنا معك في التطبيق، لأنه قد جاء الدليل الذي يمنع اللازم. لازم الحق حق إلا ما دل الدليل على أنه ليس بلازم، فنقول ليس بلازم. فهمتم؟ ما إحنا معه في التأصيل، فهمت كريم؟ أيوة، لازم اللازم يكون لازم، ما هو ملزوم أصلاً. هو هو يقول ذلك وإحنا قلنا إيش؟ إنه ملزوم لازم، فيستلزم أن يكون لازما. لا لا، هو الحق أن نقول بأنه، ولو قال بأنه لازم نقول له ردا، الشرع جاء بإلغاء اللازم، لأن الشرع جاء بأدلة محكمة عدم النظر للعورات والسدي عورة بالنسبة للمرأة، صحيح ولا لا؟ وعدم مباشرة الأجنبي للأجنبي وهو أجنبي عنه، فلا يجوز، لا سيما وعندنا وسيلة أخرى تبين لنا أن نكون مع المحكم لا مع المحتمل. طالما الوسيلة كنا تعصر سديها في زجاجة خمس رضعات فيشرب خمس رضعات، انتهى الموضوع. يبقى في قارورة تضع الخمس رضعات في قارورة تعصر سديها دون أن يرى، خمس رضعات في قارورة فيشرب خمس رضعات. يبقى إذن هذا من باب اللازم السلبي، نقول لازم القول قول، ولازم الشيء ولازم نفي نفي، عامة لازم الحق حق ولازم الباطل باطل. فنقول بالنسبة لله جل في علاه ولرسوله، لازم قول الله حق ولازم قول رسوله حق. هذا إن لم يثبت الدليل أنه ليس بلازم، هذا إن لم يثبت الدليل أنه ليس بلازم. يا لازم، أنا مش عارف أعمل إيه معاك، ولكن لازم تصبروا، لازم تصبروا، هنا لازم الصبر على الطلب. فلازم قول الحق قول الله جل في علاه وقول رسوله حق، هذا إن كان لازما. والقيد هنا لما قلت هذا إن كان لازما؟ لأن أهل البدعة يلزم يجعلون لازما لقول الله ليس بلازم. أعجل لكم بالمثال وسيتضح إن شاء الله. لما يأتي يقول الرجل المبتدع من أهل الكلام، أقول ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، فيقول أنه استغفر فأغفر له، يقول لازم النزول التمثيل والتشبيه. طالما بينزل يبقى كنزولنا من السلم، كنزول الإنسان من إيش؟ من الكرسي. فجعلوا لا إثبات الصفة لازمة التشبيه والتمثيل، فقلنا هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لو كان لازما لكان حقا لكنه ليس بلازم. فاهم؟ انتبهوا، خذوا المثل عشان تفهموا يعني إيه لازم. اللازم إيه؟ شيء داخل الدائرة دي ولا لا؟ والدي جاء البيت فأتحفنا بالفاكهة، ببطيخة كبيرة وشمامة صغيرة، فربطهما الشمام بطيخة. طبعا عند الناس بطيخ شمام هو الواحد يعني، بس احنا عندنا في عرفنا البطيخ والشمام لا. طيب دخل بطيخة تجر ايش؟ الشمامة مش من نوع البطيخ صح؟ لكنها ايه؟ زيها، ما الاثنين في غيط واحد صح؟ القتة والخيار، عارفين القتة والخيار؟ القتة والخيار بيت واحد ولا بيت واحد؟ لكن الخيار هي القتة؟ القتة هي الخيار؟ لا، صح ولا لا؟ فاللازم ليس من نفس النوع، إنما يستلزمه، مرتبط بيه علاقة، علاقة واحدة حامل اللي في بطنها ده إيه؟ تضمن، لازم. مين اللي قال لازم؟ أبوس، مين قال لازم؟ مش ممكن يعني، ده جوه يابا يعني أنا كنت لسه جاي واحدة في بطنها ابن محمد وماسكة زيد ابن أختها في إيديها، زيد ده إيه؟ ومحمد الحمد لله والشكر لله، يبقى في علاقة، هو خالته، في بينهم من بعض علاقة لكن مش منه. فهمتم؟ وأنا أتيت باللازم هذا، شوف انظر
قال الله أحل لكم لا تسمر رفض إلى نسائكم. السياق الآية بيتكلم على إيه؟ إن واحد يجمع امرأته بس، ممكن يجمعها يقبل ويحضن وينتهي الموضوع ويمشي، صح ولا لا؟ ممكن يجامع يطأ، لكن الآية ما تكلمتش عن الصالون، صالون سبيل ولا السبيل، كله عزب، كله متجوز، اللي متجوز يرفع ايده، القيام بدور الزوج مع الزوجه ما اتكلمتش عليه. فاهم؟ ما اتكلمتش عن الغسل، ما اتكلمتش، كل دول متجوزين. وبغلي لو اعرف اكتب لازواجكم عشان اعرف ان هم اتجوزوا حيطان. ما اتكلمتش على الجنابه يا حبايبي، صح ولا لا؟ ماشي. ما اتكلمتش على الجنابه، صح ولا لا؟ لكنها تستلزمها ولا ما تستلزمها، يبقى دي خارجه عنها اهو الان. السياق مش فيها، السياق مش بيتكلم على جناب، صح ولا لا؟ واحد طارق زوجته، لكن من لزوم الجماع الانزال. وممكن ما ينزلش ولا مش ممكن، ممكن ما يطعش ولا مش ممكن. احل لكم الرفض، يقبل فقط ويتمتع الى ان يطلع الفجر ولا ينزل ولا يطأ، صح؟ لا، فهي ما اتكلمتش على الجناب، لكن الجنابه لازمه لها ولا لا؟ لان في الغالب احل لكم لا تستمر الرفض الى نسائكم ان تجامع، فان جامعت فانت لزوما. هو رجل قال تضمن لانه وجد ان ماءه داخله، فاذا خرج ما نعم، ما دي صح، دخل في دماغك كذا، لكن لما قذف صارت التزاما. لا، انا بتكلم على ان هو المساله ما تكلمتش على الجنابه اصاله، لكن هي باللزوم عشان تفهم معنى اللازم، مفهوم؟ فهنا نقول بالنسبه لاقوال الله جل في علاه، قول الله لازم قول الله حق، لان قول الله حق، ولازم قول الرسول ايش؟ حق، لانه حق. فإذا قلت يستلزم من أن تقول الرحمن عرش استوى أن الله جل وعلا في العلو، نقول نعم هذا لازم حق، لأن قول الله حق، الرحمن عرش استوى. والذي يدلك على أن اللازم هذا حق بأن الإنسان قال للجارية أين الله، فأشارت بإصبعها إيه؟ العلو، وهو الآن في السماء، صحيح ولا لا؟ انتهى؟ جيد. هذا بالنسبة لقول الله وقول الرسول، فما كان لازما لقول الله وقول الله وقول الرسول فهو حق. لكن اختراعات أهل البدع في لوازم باطلة لقول الله وقول الرسول، فنحن بننفيها وبننتفها بأننا نقول بنقول هكذا، نقول هذه ليست بلوازم، هذه ليست بلوازم، لوازم باطلة لا نقبلها، مفهوم؟ هذا بالنسبة لمن لقول الله وقول وقول الرسول. أما قول الإنسان فيعتريه احتمالات ثلاثة، قول الإنسان لازم قول الإنسان، وأنا أركز على هذه لأننا دافعت عن شيخ من شيوخي حفظ الله، رجل يهتم بعلم الحديث، رجل فاضل جدا، أيضا بدعه بعض الناس بأنه قال ومبتدع، لأنه قال على الذي يأكل الربا أنه قال ده من الخوارج، هو قال الذي يأكل الربا، فقيل له الربا حرام، فقال قال هو كافر، لما قيل له الربا حرام فالرجل آكل الربا قال سيأكله ولو كان حراما، فالشيخ قال عليه ايش؟ كافر. هم اخذوها قالوا بيكفر بالكبير، وخطا هذا. وبعض مشايخنا قال لي لا، ده تكفير بالاصرار، وتكفير بالاصرار ده كلام الخوارج، غلط ايضا، ده خطا ثاني، هذا خطا ايضا وقع فيه. الصحيح انه تكفير باللازم، هذا تكفير باللازم، كان الشيخ نظر في المصر على اكل الربا فجعل اصراره علامه على ايه؟ على الجحود والاستحلال، الجحود او الاستحلال، فهمتم؟ فهذا تكفير باللازم. قلنا لهم اتقوا الله، اعتقاد اهل السنه والجماعه لازم القول ليس بقول، او قل على التفصيل الذي سناتي به، لازم قول الانسان يعتريه احتمالات ثلاثه، ان يلتزم به القائل فهو قول، يبقى نحمله مسؤوليته. والاحتمال الثاني، لازم قول الانسان لا يلتزم ينكره، يقول لك لا التزم، يبقى ليس بقول الله. اما ان انت اصلا عافيه، الراجل قال لك انا لا اقول بذلك ولا اقول بتكفير بالكبيره، قال لك لا هو في المجالس الخاصه ممكن يقول بها. احنا ما عندنا، انت تطلع على القلوب، هل شغفت عن ايش؟ عن قلب. راجع الرجل قال لك لا، انتهى الموضوع، احسن الظن بالناس. الثالث يسكت عنه، يراجع باللازم فيسكت، لا ايجابا ولا سلبا، لا إقرارا ولا إنكارا. فالعلماء يقولون لنا نظر ثلاثة، إذا التزم به فهو قول ونحاكمه عليه،
وإذا أنكره ليس بقول له فلا نحاكمه عليه، فإن سكت عنه هذا فيه نظر، بعضهم قال هو قول له وبعضهم قال ليس بقول له، والراجح الصحيح ننظر في سكوته، إن وجدت القرائن أنه رضي به قولا فهو قول، وإن لم نجد قرائن على ذلك فنحكم قول الشافعي الساكت لا ينسب له القول، لا ينسب للساكت إيش قول، لأن السكوت ممكن يكون خوف فزع إقرار بغفلة بذهاب عن الذهن. طيب بالمثال يتضح المقال في الأحوال الثلاثة، أنت كمسلم متقي سلفي العقيدة يقال لك مثلا بأن الله جل في علاه، أنت تثبت لله يد، قال نعم أثبت لله يد، وأنت تثبت لله عين، قال نعم أثبت لله عين، وأثبت لله إيش، وأثبت لله ساق رجل قدم، قال لازم قولك أو لازم إثباتك، لازم إثباتك هذه الصفات أنك تثبت ذاتا لله، فأقول نعم ألتزم، ألتزم هذا القول، لأني لا يمكن أن أجد صفات، لا أجد صفات بلا ذات، ولا ذات تتعرى عن صفات. أنت ممكن وجدت، كنت ماشي أمس فوجدت كرم زيد فوقي، فقل يا كرم زيد تفضل معي تغدى تعشى، رأيت ذلك؟ رأيت صفة تسير أمامك دون الذات؟ طب رأيت ذاتا دون صفات؟ يعني أنا أقول له زايد، أقول لك أنت مش شايف زايد، سواد الليل زايد، طوله يقول لك زايد، عرضه زايد، بشرته زايد، ما عندوش صفات، يقول لك ما في صفات، هل وجدت ذاتا بغير صفات؟ لا. فلما قال لي لازم إثباتك لليد والرجل والساق والوجه والعين تثبت ذاتا، قلت نعم ألتزم، ألتزم، لأنه لا يمكن أن تكون صفة إلا لذات، ولا يمكن لذات أن تتعرى عن الصفات لا تنفك عنه، يبقى هذا إيش؟ هذا لازم قولي قد التزمت به، قلت به الحمد لله والشكر لله. قالوا لي أنت تثبت لله جل في علاه أنه يمشي، استغفر الله، أنه يهرول، استغفر أخطأت في الأولى، أتراجع، أنه ينزل، قلت نعم، أنه يهرول، نعم، أنه يضحك، نعم، أنه يغضب، نعم، إذن أنت تثبت الصفات الاختيارية لله، قلت نعم أثبت الصفات الاختيارية لله. قال لازم ذلك أنك تقول بأن الحوادث يتصف بها الله جل وعلا، حوادث شيء متجدد، حوادث يعني متجدد، حادثة الآن، هنا في إيه؟ كوب من الماء موجود الآن، في إيه الآن؟ هذا حادث، حدث الآن، اتفهمت؟ اتفهمت؟ يبقى هو قال لي أنت تقول ربك يضحك، قلت نعم، إذا رب لا يضحك كل في كل لحظة، يضحك الله الرجان يقتل أحدهما الآخر، ربك يغضب، نعم يغضب حين إيش؟ سبب الغضب، ربك يعجب، نعم يعجب حين سبب العجب، عجب ربكم من صنيعكم أمس، يضحك ربكم من رجلين، لن نعدم خيرا من رب يضحك، مفهوم؟ ينزل ربنا ثلث الليل، صحيح ولا لا؟ فهذا حد. قال إذن إثباتك الصفات الاختيارية لله جل في علاه هذا الإثبات إيش؟ هذا الإثبات يلزم منه أنك تصف ربك بالحوادث، صح؟ قلت نعم لازم ألتزم به. ثم قال لي يلزم من اتصاف الله بالأفعال الاختيارية اللي هي إيش؟ الحوادث، أنه حاجة. فإذا قال هذا لازم، قلت له لازم باطل أنكره، يبقى في الأول التزمت به وأثبتته، في الثاني لا ألتزم به أنكرته، قلت لا، لا يلزم من اتصاف الله بالحوادث اللي هي الصفات الاختيارية الفعلية الاختيارية لا يلزم أن يكون حادثا، ونبين لك بالدليل بالأثر وبالنظر. أما بالدليل قال الله جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يبقى إذن هل الكلام حادث ولا مش حادث؟ حد، لأن الله لم يزل، لا يقال أنه في الأزل قبل خلق موسى وقبل خلق الشجرة كان يقول يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك، لا، ما قال هذا الكلام إلا بعدما جاء موسى عليه السلام، مفهوم الكلام ولا لا؟ هذا هو، فنقول نعم حادث، فهذا الحادث قد
يعني وصفنا ربنا به وهو كمال فوق كمال، لأن من الكمال أن يتكلم وقتما شاء حيثما شاء بما شاء، وأن يعطي من شاء ما شاء وقتما شاء، وهذه من صفات الكمال. أما أن تقول أن هذا الحادث يلزم منه أن يكون حديثا، قلنا لك خطأ، لأن الله جل وعلا قال عنه أن الله جل وعلا قال عن نفسه في الكتاب، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه هو الأول والآخر والظاهر، فهو الأول أزل أبدي، ما فيش حدوث، هو الأول سبحانه جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء سبحانه جل في علاه. فهنا الحديث والآية يظهران ذلك، وأنه لا حدوث في حال من الأحوال، بل وفي واقع الناس في النظر، بأنك إذا مررت على زيد وهو يبني القصر فقلت هذا القصر مررت أمس أو مررت الشهر الماضي فلم أجد، هذا القصر حادث من تزيد، فزيد حادث، لأني سألت عمرو يا عمرو من الذي بنى القصر؟ قال لي زيد، قلت إذن القصر حادث والذي بناه إيه؟ يلزم الذي بنى حادث، هل البشر العقلاء كلهم يتفقون على هذا أم ينكرونه؟ صحيح، لو كان زيد حادث عندما بنى القصر هذا من يقبله؟ لا، مجانين يقبلون، لأن أمه لما ولدته كان معاه مسطرين، ولدته في الأسمنت والرملة، فأخذ الطابوق اللي هو الطوب يعني والأسمنت والرمال وبنى، هل ده يصح؟ قال هذا لا، وجدت زيدا فحلا رجلا مهابا كبير السن له وقار بنى هذا القصر، لا يستلزم من بنائه من إحداثه للقصر أن يكون إيه؟ لا، وجوده قبله ولا مش قبله، يبقى لازمكم من لازم باطل، منتقد في البشر فمن باب أولى أن ينتقد في إيه؟ في رب البشر سبحانه وتعالى في علاه، لأن الله هو الأول وهو الآخر، وأولية الله جل وعلا زينة الله، هذا معتقد أهل السنة جماعة، فهمتم؟ يبقى أرادوا أن يفروا من الصفات الاختيارية بلازم باطل، قلنا وهذا اللازم ليس بلازم، هذا اللازم لازم باطل فننكره ولا نقبله. يأتون في المسكوت عنه، فيأتي رجل يقول أنت تثبت لربك العلو؟ قلنا نعم. فقال لي يلزم من ذلك أن تثبت أن ربك استوى على العرش؟ قلنا نعم. قال يلزم من ذلك أنك تصف ربك بالجهة. فلما قال لي ذلك وقفت فسكت ما تكلمت، وقد ألزمني بإيش؟ ألزمني بإيش يا إخوة؟ بلازم، صح ولا لا؟ أنا هنا لما سكت صار اللازم إيه؟ في الحالة الثالثة، مش الحالة الأولى أقر، الحالة الثانية أنكر، الحالة الثالثة إيش؟ سكت أنا الآن، فسكت، قلنا السكوت هنا لابد له من قرائن، إما أن يقول أنت سكت إذن أنت طالب باللازم، صح؟ أو يقول لا ننظر فيه إن وجدنا قرائن مختفة تكلمنا عنه. فلما سكت قلت له ماذا تقصد بالجهة؟ أتقصد العلو أو لا تقصد العلو؟ هنا صارت قرينة عندي أنني لما سكت ما سكت على قبول ولا رد، لكني أردت الاستفسار، فهمتم؟ يبقى لو أنا سكت وما في قرائن محتفة لا يصح أن يقول لي هذا لازم قولك، صح ولا لا؟ فإن جاءت القرائن أنني ممكن أقبل بالجهة بس التفسير، يبقى يقول القرائن أثبتت أنك التزمت بهذا اللازم، فأقول أزيد عليك قد التزمت بهذا اللازم بشرط وقيد، إن كنت تقصد بالجهة العلو فأنا التزم. الرحمن عرش استوى، قال إذن أنت أثبتت الجهة لله، سكت. لما قال لي أنت قلت الرحمن عرش استوى وأنت قلت أعتقد باستواء الله على العرش فأنت أثبتت، لازم ذلك أنك أثبتت الجهة، ممتاز. فلما قال أثبتت الجهة سكت، سكت إما سكت إيش؟ إما في قرار مختفى أو لا، أو ليس هناك قرار مختفى. فلما لم يرد مني إقرار فوجد قرينة مختفى قلت له تقصد بالجهة إيش؟ علو أو غير علو؟ فقال هنا ممكن أجعله يلتزم، قلنا لا، أنا هنا بالقرينة كأني سأقبل أو سأرفض، فإن قلت لي تقصد بالجهة العلو قبلت اللازم،
إذا قلت لي إن أثبتت أنه استوى على العرش فتقصد بها، فقلت لي لازم أن تثبت الجهة فقصدت بالجهة العلو، أنا ألتزم بهذا اللازم. فهم؟ فإن لم تقصد بذلك فلا ألتزم به، إن لم تقصد بالجهة العلو فلا ألتزم به. هذا معنى دلالة الأسماء، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة إيش؟ التزام. وبينا كيف منفعة دلالة اللزوم لطالب العلم، وهذه يستفيد منها جدا طالب العلم في أبواب العقيدة في الرد على النفات وعلى الرد على أهل البدعة الذين يلزمون باللوازم الباطلة ونحن لا نقبلها منهم. لذلك احنا سننتفع بهذه القاعدة في الكلام مع دفع إهام التشبيه، عندما يعني السيوطي يرد حديث بأنه يذكر اليد أو يذكر الرجل فيقول إثبات صفات الذات من لوازمها أن نثبت الجارحة لله، وبيرد حديث لما تقول رجل يبقى أنت أثبتت إيش؟ جارح. من لوازم إثبات الرجل الجارحة، إثبات الرجحة الجارحة لله، فنقول له هذا لازم إيه؟ باطل لا نلتزم، بل إثبات صفة الذات لله جل في علاه صفة طريق بكمال الله وجلال الله كما سيأتي. بهذا نكون قد انتهينا من القواعد المسلمة.